اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. حوارنا الرئيسي النهارده في اخر النهار زي ما نوهت لحضراتكم في بدايه الحلقه مع الكاتب الصحفي والكابتن والاعلامي وما خفي كان اعظم، الصديق العزيز الاستاذ محمود مسلم اللي مشرف منور. اهلا استاذ محمود، ازي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ كل سنه وانت طيب. النهارده اول ايام رجب. كل سنه طيب والمسلمين كلهم بخير يا رب، وايام مفترجه علينا جميعا باذن الله. الحقيقه انتوا عارفين حضراتكم ان انا بنتهز فرصه وجود الاستاذ محمود مسلم لانه بنتكلم بشكل شامل في موضوعات كتير، وانا بنتهز ان هو كوير حتى النخاع، فكمان بنعمل حوار رياضي حلو مع الحوار السياسي والحوار الثقافي والاعلامي. خلوني ابدا بالحوار اللي انتوا مستنينه اكتر، وانا عارف وكلنا مستنينه، هي الكوره بمناسبه مباراه منتخبنا بكره ان شاء الله قدام الكاميرون. والحقيقه قبل ما نتكلم عن مباراه بكره منتخبنا وكيروش، فاجئونا مفاجاه ساره جدا جدا، يعني قلقونا قوي في الاول وبعدين ورونا الوجه الحقيقي لكيروش وللمنتخب. يعني بص، احنا ممكن ناس كتير استعجلوا في تقييم المنتخب، بس هم بصراحه كمان في الثلاث مباريات الاولى ما كانش في مستوى خالص، ما كانش في اي اشارات يعني ولا اداء ولا نتيجه خالص. يعني حتى النتائج كنا بنكسب 1-0 فرقه ضعيفه بالعافيه، يعني السودان اللي انت كسبها في كاس العرب بدون المحترفين بفرق كام جون، جيت هنا كسبتها 1-0 بالعافيه. غينيا ما كانش ماتش، نيجيريا لعبناه وحش جدا واتغلبنا فيه. لكن بصراحه الماتشين اللي بعد كده سواء ساحل العاج او المغرب كان الاداء، والاهم كمان انا من وجهه نظري عوده الروح، يعني تحس أيوة. اللعيبه كده فيها روح، وتحس اللعيبه كده خايفه على بعضها، واللعيبه ان هي تكمل 120 دقيقه ده لود يعني بدني طبعا ضخم جدا ونفسي وعصبي. ربنا يستر وما ياثرش بكره على اللياقه البدنيه. والله ان شاء الله الامور تمشي، لان يعني انا برضو احنا بنقعد نتكلم كتير على عوده المغرب، يعني انا اعتقد ان خلاص يعني هذه العقده انتهت، لان يعني صحيح. معظم نتائجنا مع المغرب وفرق شمال افريقيا بشكل عام يعني نتائج ايجابيه في الفتره اللي فاتت. ربنا بس يعني ان شاء الله يكرمنا بكره ويفرح المصريين، لان انت حضرتك بتتابع اكيد طبعا فرحه المصريين في حاجات زي دي طبعا تبقى فرحه كبيره. والمدرب يعني المدرب برضو لما رجع كل واحد في مكانه الدنيا ظبطت شويه، انت عارف في الاول كان بيجتهد، بس ماشي هو برضو يتحسب له ان هو طلع لعيبه محمد عبد المنعم، عمر، كمال، يعني وكان قبليهم احمد رفعت لا ولما يعق في الماتشات اللي مش مصيريه وفي وقت الجد يعدل، دي حاجه كويسه. لا انا تقديري كمان ان هو الخطا اللي واضح ان 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 الراجل ما عملش مباريات تجريبيه والمنتخب اتجمع متاخر، فعلى ما الفريق اتجانس مع بعض خد وقت برضه، لان الفريق فيه ناس بتلعب. انت عندك مثلا مرموش وتريزيجيه، وعندك كمان جبهات تلاقيها زحمه وجبهات تلاقيها مريحه، يعني الدنيا فيها صعبه. وبعدين طبعا اصابه اكرم توفيق في اول مباراه اعتقد برضو حملت المنتخب زياده، وبعد كده اصابه الشناوي، بس ما شاء الله ابو جبل وما شاء الله محمد صبحي معوضين، وحمدي فتحي، يعني برضو المنتخب يعني فاضل بس ربنا يسهل كده مصطفى محمد يشد حيله ان شاء الله. يعني امراه، واتوقع كمان ان يعني بروز مميز لزيزو في الماتش بكره سواء هينزل اساسي او احتياطي. زيزو محتاج ياخد وقت اطول شويه. خلي بالك اللعيب اللي بيلعب، وبعض الناس دايما تنتقد اداء صلاح حتى في المباريات الاولى، بس صلاح عنده ميزه مش متوفره في اي حد تاني، ان صلاح بياخد له 2 لعيبه 3 لعيبه، فبيدي مساحه للوينج الشمال طبعا ولراس الحربه انه يتحرك باريحيه. احنا الصوره الشهيره اللي على الفيسبوك صلاح حواليه 4 لعيبه وفيهم رقم 5 بيطلب مدد، يعني فده ميزه الناس ما تستهترش بيها، دي ميزه صحيح. عشان كده تلاقي في ماتشات كتير مرموش بيتالق لانه الضغط عليه اقل من صلاح. صح. طب انا عايز اسالك عن نقطه عملت جدل كبير، وهي حاله الهجوم الشديد اللي حصلت من السوشيال ميديا ومن الجماهير وحتى من كتير من الاعلاميين على منتخبنا في الدور الاول، واللي اشتكى منه حتى اللعيبه وصلاح في المؤتمر الصحفي، وقالوا ان احنا بنتابع وما ينفعش كده وكذا. بس في ناس كتير بتقول ان الهجوم ده هو سبب رده الفعل والتالق، ان اللعيبه حبوا يردوا على الجماهير ويطلعوا احسن ما فيهم.
يعني طبعا لو هتسألني طبعا ده انفعال طبيعي، منتخب في النجوم دي كلها ويبقى الأداء اللي في الثلاث مباريات اللي احنا شفناهم دول مش، فطبعا رد فعل طبيعي الناس يعني تتضايق وتزعل، لان احنا كنا حاسين ان احنا ممكن نخرج من الدور الأول طبعًا. وده كان كارثة يعني. وزاد الناس برضو بتبص لكاس الامم بس عينها على كاس العالم، فلو ده المستوى في كاس الامم طب انت يعني في كاس العالم هتعمل ايه يعني؟ هتجيب من ايه؟ ما انت اذا كان عندك عذرك في بطوله العرب ان ما كانش معاك محترفين او كان عندك اصابات او ده، لا مفيش عذر، انت بكل نجومك يعني انت مين اللي ناقص عندك ما جاش؟ مفيش حد يعني نقدر نقول، على الاقل في المحترفين انت كل المحترفين جبتهم او على الاقل التقال فيهم. فطبعا اللعيبه بتتابع او اللعيبه بتهتم طبيعي لازم يتابعوا ولازم يهتموا، لكن تقديري العامل الاساسي اللي فرق مع الفرقه الانسجام، ان الثلاث ماتشات دول لان هم الفرقه ما اتجمعتش والمدرب اشتكى ان هو ما كانش قراره فكره ما يتجمعش وما يلعبش مباريات تجريبيه. بس انت قلت برضه يا استاذ محمود وانت محق جدا في عوده روح، احنا اللعيبه كانت يمكن الانسجام غايب في الدور الاول، بس كمان معظم اللعيبه كانت بتلعب مش هقول لا مبالاه بس كده براحه شويه او بنوع من انواع الثقه الزايده. يعني كان في كده سنه زي ما انت بتقول لا مبالاه، سنه استهتار، سنه عدم اهتمام، سنه ان يعني تحس ان هم بيأدوا الواجب. ايوه. لكن ما كانش في روح. لكن مثلا انا شفت الروح مثلا في ضربات الجزاء مثلا، واحد زي محمد عبد المنعم ده ولسه راجل مع تاريخه كله مش عارف ما يكملش خمس مباريات دوليه ويخش يشوطها ويشوطها هايله جدا. شفت الروح برضو الضربة بتاعت عمر كمال برضو نفس القصة. لا يعني في روح، والروح كمان في الـ في الـ في الـ في الماتش الأخير قدام المغرب واخد بالك، هي بس احنا بالعكس احنا عندنا مشاكل ليها علاقة ان الناس لازم تنضبط في سلوكياتها. يعني انا استغرب مثلا اني بيكلم الحكم اكتر من مرة بطريقة مش لطيفة، ممكن تخليه يطرده وده لاعب كبير ومحترف المفروض يخش، المفروض بقى يبقى في دور لصلاح لان صلاح بيجيد انه يقدر يكلم الحكام كويس وبصفه ان هو كابتن والحكم كمان هيهابه، بس طبعا اسمه هيعمل حساب هيهابه طبعا، فهو المفروض هو يتصدر ويتصدر كمان مع اللعيبه، يعني لازم يمنع اللعيبه مش كل فهو طبعا الحكم كان سيء جدا ده لا خلاف عليه، الحكم كان سيء وفاولات كتير، بس انت ما تقولوش مبرر انه يظهر السوق ده عن طريق انذارات وطرد. لانه يعني هي العمليه بتقف في الماتشات الثقيله دي، انت عارف دايما بيبقى فرق جون، يعني دايما صعب تلاقي حد بيكسب اكتر من جون، فالجون ممكن يفرق في فكره ضربه جزاء او في طرد او انذارين، فلازم الناس تخلي بالها. وذاتا ان الفاولات اللي حوالين المنطقه كانت كتيره قوي، يعني هو الراجل كمان كان الظهر بينشن فالفاولات اللي حوالين المنطقه كتيره. انا قلت اول امبارح اللي هي عارف حاول مره اخرى صلاح الدين خد يا اشرف يا حكيمي، لا ما جاتش، طب خد فاول جنبه الناحيه دي يمكن تيجي. لا وبعدين كتير. انت برضو كنت بتلعب فريق كتير فيه محترفين وعندهم، لكن طبعا. مثلا انت مثلا لما تشوف اداء احمد فتوح قدام اشرف حكيمي لا انت لازم تفخر باحمد فتوح جدا، وده لازم انا يعني ده اكيد هيجي له عرض احتراف يعني. صحيح لازم. ويمكن اصابه اكرم وجعتنا لكن ربما ضرت النافعه بتألق عمر كمال. طبعا يعني عمر كمال وفي النص جينا النني وعمر السليه مش عايز اكلمك بقى بعد يلا ماشي. المهم لكن النهارده ان شاء الله بكره ان شاء الله نتمنى المنتخب يعني برضو المهم اللي مزعل الناس يا جماعه الاداء، المنتخب لما بيلعب كويس حتى لو اتغلب الناس بتطلع تقول لك مظبوط جو هيد، الناس كلها في يوم ساحل العاج كانت بتقول لو حتى خسروا مش مشكله بس طلعوا باداء مشرف، وذاتا ان انت كمان النتائج التانية بساعدك، يعني انت خروج نيجيريا خروج كوتيفوار وتونس، يعني خروج الوادي المغرب خلاص انت كده دلوقتي الكاميرون السنغال، يعني الكاميرون السنغال خلاص ما عندكش الا ماتشين، واحنا الحمد لله يعني دايما كعبنا عالي على افريقيا السمراء عكس صحيح. شمال افريقيا، لو ان انا رايي ان العوده دي خلصت بس يعني الناس لسه بتحكي فيها بتاعت شمال افريقيا، بس ماشي اوكي ماشي. طب تعالى اخدك بسرعه لمجال قلق كتير من ملايين الاهلاويه بقى، كاس العالم للانديه. والحقيقه مأزق، انا مش عارف الحقيقه مين اللي حطينا فيه رغم ان انا عارف 3 4 حطونا فيه، بس يعني مأزق صعب قوي او الاهلي مقبل على مباراه قويه مع فرقه قويه مدججه بالمحترفين وفيها مدرب اللي كان ماسك منتخبنا اللي هو اجيري، فرقه مونتيري، المباراه يوم السبت الساعه 6 اعتقد او 6 ونص مساء توقيت القاهره، والاهلي مسافر من غير فرقه كامله
وحتى اللي موجودين ما فيهمش خط هجوم كامل ولا خط دفاع. الاول انا هيبقى مشكلته الرئيسيه في الديفندر وفي الجون وفي راس الحرب بس كده. لكن ما عندوش مشاكل اساسيه في الموضوع عشان ما نكبرش الموضوع. يعني هو رجع له علي معلول ورجع له ديانج. فعندك الديفندر هيبقى ديانج وعمار حمدي بس ما عندوش بقى بدايل. يعني ما عندوش بدايل لازم بقى يخلق هو بدايل. صح. الجون طبعا محمد شناوي كده هيفرق كتير. راس الحرب محمد شريف في المنتخب وبيرسي تاو اللي ممكن يعني راس حربة مش اساسي بس بي بي بيلعبها مصاب. مش مصاب وحسام حسن مصاب فما اعرفش بقى يلعب باحمد سيد غريب. الراجل طبعا انت عارف بتاع مفاجآت ممكن يطلع طاهر محمد طاهر راس حربة ممكن يطلع ممكن. يعني هو الراجل عنده النهارده كمان الخبر اللطيف ان موسيماني نفسه جاله كورونا بس طلعت ايجابيه. جاله كورونا دي برده مشكله من المشاكل هي يعني طبعا الاهلي في تحدي صعب من وجهه نظري. كان في كلام انه الاهلي يعتذر كان في اتجاه من الاهلاويه يعني اسخد بالك برضو يا استاذ محمود انه المشاكل دي احنا كمعسكر اهلاوي متابعينه وبتاع لكن قدام العالم الاهلي رايح الاهلي باسمه بتاريخه بنجومه بانجازاته فجمهور الاهلي يقول لك يا روح وادي وابقى الاهلي يا اما اعتذر. يعني الناس خايفه ان يحصل اداء مخيب او هزيمه بسكور تضيع. لا ما هو بص خلي بالك برضه عشان الناس ما تحملش الامر. انت دلوقتي عندك كام لعيب في المنتخب هم اللي ناقصين. الشناوي ومصاب يعني حتى لو معك اكرم توفيق اصيب حمدي فتحي ربنا يرجعه بس انا ممكن بكره يلعب يا رب ومحمد شريف وايمن اشرف والسولية فمش هو ده اللي يعمل يعني الدروب اللي انت تاخده ده الشناوي لوحده يا استاذ محمود معلش بس مش هو ده اللي يعمل اللي انت مثلا تاخد لك 5-0 او 8-0 وكده وبتاع لكن يعني بص انت برضه في النهايه مش هتلعب تشيلسي يعني ماشي بس مع علي لطفي طبعا مع كل الاحترام له بس هو فقد ممارسه وفقد خبره وفقد يعني حساسيه. عايز اقول لك على حاجه ومع رامي ربيعه كمان لما تيجي الدوره بتاعه الدوره اللي اتلعبت ديت دوره الرابطه وكانت فكره كويسه ولطيفه ومتفوقه بس انا عايز اقول لك الاهلي لما لعب بالناشئين كان مستواه مميز وكان الولاد عندهم روح. لما لعب بالفريق الاول انت شفته قدام سموحه 3-0 وكانت كارثه وانا ما اعرفش برده الراجل فكر فيها ازاي. يعني انت انا شايفه برده واخد 2-3 لعيبه من اللي تالقوا احمد اشرف وزياد طارق وممكن لازم هياخد مهاجم وباخد مغربي كمان اللي هو المغربي الستوبر وباين عبد الرحمن مانو يعني في كام لعيب طلعوا بس الاهلي عنده مشكله ما زالت في الناشئين لان يعني انت لو تفتكر احنا بقى حضرنا ايام انك تلاقي لعيب بيلعب 17 سنه وليد صلاح الدين تلاقيه بيلعب في الفريق الاول طالع في الفريق الاول و17 سنه 18 سنه تخلي بالك معظم الناس دي ل 20 ل 21 بس جسمهم قليل قوي بس عندهم روح الاهلي. يعني شفت انت لما مثلا اتعادلوا او صح ماتش الاسماعيلي في الجرينتا في الاخر فكان لازم برضو الراجل يشوف الناس كلها ما اعرفش يعني 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 انت مع المشاركه انا مع المشاركه ومع ان انت تدي فرص بقى للناشئين شويه وتدي فرص لواحد زي وليد سليمان لما لعب الماتش الاخير كان البنك الاهلي كان عالي وممكن ينزل وليد سليمان راس حربه ده برده ممكن تعمل وليد بيلعب هيدرز كويس وبيجري على الكوره كويس وبيستلم تحت ضغط كويس صح هو بس يعني مش عارف حاسس الراجل برده احيانا ما بيدورش كويس يعني حتى انا اتفرجت على الكابتن احمد حسن مره فبيقول لك عينه مش حلوه طبعا يعني لو عينه على اللعيبه مش حلوه هتبقى كارثه بس يعني في كل الاحوال اعتقد الاهلي عليه ضغط ان هو لازم يلعب البطوله ديت ولازم يلعبها بشكل كويس هو الكارثه جت بس من الوقفه ما كانتش قويه من اتحاد الكوره في 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 تضارب المواعيد واللي دبسنا كمان تصريح الكابتن احمد مجاهد الله ما كان تصريح غير موفق بالمره طمنا بغير ما كانش سند. تصريح محترف يعني يعني المفروض هو لما يقول ده خلال يومين ثلاثه كان يطلع قرار بتأجيل الموضوع صح في الايام المرتبكه دي الاخ موسيماني عامل مشاكل حوالين تجديد عقده انت مع التجديد لموسيماني بصفه عامه بص يعني طبعا ده قرار النادي هم احرار لا رايك هم بيزعلوا اصل بيتقمصوا بس ماشي بص موسيماني راجل مجتهد بيبذل مجهود وزي ما كتبت عليه كمرزق كمان لكن انا مش شايفه ان هو يعني 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 ومش شايف الطريقه اللي هو بيتعامل مع الاهلي دي ان هي يعني تدل على ان هو يعني يعني مدرب اللي يعمل كده في الاهلي يعني يعني اولا الراجل بيتجاوز في كل حواراته الصحفيه في جنوب افريقيا
واعتقد ان هم حذروه. فجه بقى كمان في مؤتمر صحفي في مصر وفي غير مناسبه وبيطلع يتنرفز على الصحفيين ويجي على كهرباء مش عارف ايه، فهو متوتر ومعرفش هل الاهلي عنده قناعه ان هو يجدد معاه بس مأجل لاي ظروف وكاس العالم ولا حاجه، ولا الاهلي ما عندوش قناعه ومستني الدنيا تبان بشكل افضل. يعني انا معلوماتي انه الكابتن محمود الخطيب ميال للتجديد مع ابو سليمان. انا رايي الخطا الاكبر اللي ارتكبه الاهلي انه كان لازم يجيبوا له مدرب عام تقيل. مدرب عام تقيل، اه يعني لازم كان يجيبوا له مدرب عام تقيل يساعده. لان حتى المدرب العام اللي هو كان جايبه اللي كان تقيل مشاه، بس دي برضه كارثه. ما هو فريق الاهلي مثلا عنده مدرب عام وعنده مدرب مساعد غير الاحمال واللياقه والكلام ده كله، فيجي يرقي المساعد مدرب عام وما يجيبش مساعد. طب دلوقتي الاخ موسيماني جاله كورونا، فسامي قمصان هيدير، هيبقى معهوش حد مساعد؟ صح. طيب لا قدر الله بقى سامي قمصان برضه لقط ولا حاجه، مظبوط، ينزل الاهلي بمدرب حراس المرمى الراجل اللطيف ده ميشيل يعني برضه. انا بيني وبيني والله يبقى احسن. ها؟ ميشيل احسن. لا يعني يعني اقصد الاهلي بقى، هنا بنتكلم على المنظومه طبعا. الاهلي لا خلاف عليه انه مؤسسه محترفه واداره كل الناس. انا برضه النهارده لقيت بيسيروا بيشكر في الاهلي، ودي برضو حاجه تدل ان مؤسسه محترفه ومحترمه. ما فيش مدرب ولا لاعب محترف لعب في الاهلي وطلع الا ما شكر فيه. ايوه صح، واخد بالك، وشكر في ادارته وشكر في يعني هم عندهم قدره ان كل الناس تطلع في النهايه مبسوطه، حتى لو هيخسر حاجه بس بيطلع مرضي. واحنا شفنا لما حتى جه فتره فاز بالدوري ويدعوا المدربين لو هو شارك في الدوري يدعوا له ويديله مكافئته ويوصل لحد عم. حتى جاريدو اللي مشي بشكل يعني مش كويس قوي بيكلم طول الوقت عن الاهلي كلام رائع. فهم هو الاهلي يعني ما شك فيه انه مؤسسه محترفه ومؤسسه محترمه، بس كان لازم انا رايي ان هم يتدخلوا في موضوع تعيين مدرب عام، لان لو معاه مدرب عام كتير كان ممكن يستوعب، لان برضو الفريق برضو في حته الروح لو تلاحظ مش زي زمان، فمحتاجه ممكن شويه كانوا ممكن يجيبوا مدرب عام يبقى قريب من لعيبه يبقى. لكن بصفه عامه انت شايف ان الاهلي اتقل من موسيماني؟ اه شايف ان الاهلي اتقل من موسيماني، واللي مش مصدق يرجع لكلام الشيخ طه بعد ماتش سموحه. الشيخ طه قال قواله لا يعني اصل ماتش سموحه ده برضو انت امام طبعا، سيبك الخساره والمكسب ده كلام، لكن بيتكلم على اداء. انت نازل بكل قوتك وبعدين برضو حاجه غريبه، انت منزل لعيبه وبعدين انت تقول عندهم كورونا، طب ما انت عارف ان كان عندهم كورونا. طب ما تعمل دمج يعني حتى الشباب اللي نجح ده، وبعدين انت قلت انا نزلتهم قال لك انا ما عنديش وقت لازم اجهزهم لكاس العالم، وبعدين الماتش الاخراني اللي قبل كاس العالم لعبت الناشئين وقعدتهم. لا هو بص في تضارب غريب، موسيماني متخبط ما يعني ما تعرفلوش ولا تعرف تتوقع له تشكيل ولا، لان هو برضو من الناس اللي هو يعني هو كان شغال مساعد مع كروز زمان، فهم الاثنين عندهم فكره يغيروا مراكز اللعيبه. يعني يعني اكتر حاجه بيعملها موسيماني اللي هو فكره الشيفتنج دي، اللي هو يجيب الوينج اليمين شمال والشمال يمين، واللي عمرها ما نجحت. يعني دايما يجيب كهربا ناحيه اليمين يودي حسين شحاته، عمرها ما نجحت. يعني كده بيخلي يعني كده بيدور على كهربا لو لقيته. طيب لكن انت مع ما زلت مع انه الاهلي بمن حضر وانه كان لازم المشاركه وان انت مش قلقان من التجربه؟ لا 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 مش قلقان، مش قلقان. يعني يوم السبت مش قلقان ان احنا مشكلتنا وحش. لا 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 اتمنى، ان شاء الله مش عارف ليه قلقان. ان شاء الله الامور لا 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 يعني مش الدرجه دي يعني، اصل قلقان قوي بقى يبقى لا قلقان قوي، لانه خد بالك انا شفت تمركزات ياسر رامي ربيعه مع ياسر ابراهيم مع وجود علي لطفي. لا لا صعبه صعبه، انت بتلعب مع ياسر ابراهيم ده اساسي، انت بتلعب في ليفل تاني، انت بتلعب ياسر ابراهيم اساسي يا استاذ، ياسر ابراهيم اساسي، ياسر ابراهيم اللي بسمعنا ما بيخرجوش، هم جاهز ما بيخرجوش، بس ياسر ابراهيم مقاتل بس اللي جنبه بيشيله يا ايمن اشرف يا بنون. لكن ربيعه انا مش مع ثنائي ايمن اشرف وياسر، يعني انا دايما مع حد تقيل بدري مثلا بيمسك كوره وحد بيلعب بمجهوده ومقاتل. مظبوط، لكن فكره الاثنين مقاتلين دي دايما يعني بتلبسنا في الحيط. طيب ربنا يستر بقى ونلبسنا في يوم السبت. يعني انا احلامي يوم السبت او في البطوله بصفه عامه ان احنا نخرج باقل الاضرار، لو حصل احسن من كده بهاي، بس انا مش عايز اي شيء يشين سمعه الاهلي، لانه في النهايه اسم الاهلي هو اللي بيلعب، هي دي طبعًا المشكله. طبعًا. طيب هنروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نقفل صفحة الرياضة نفتح صفحات تانية كتير هنتكلم عنها.
اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. اغلقنا صفحه الرياضه ونفتح صفحه الصحافه والاعلام. وقبل ما نتكلم عن الصحافه والاعلام، لانه الحقيقه العشره والتقدير والمسيره والاحترام يقتضوا ان احنا نذكر بكل الخير وبكل التقدير الزميل الراحل الكبير ياسر رزق اللي توفي الاسبوع الماضي باعتباره واحد من اهم رواد، زي ما انا كلمت حضراتكم عنه الاسبوع اللي فات لما جالنا خبر الوفاه، انه واحد من اهم رواد الصحافه الوطنيه، اللي هو الصحفي اللي عنده دايما المرجعيه الوطنيه في كل كتاباته، وكان دي اهم ميزه بيتميز بها ياسر بخلاف طبعا بقى عشرتنا الانسانيه. ياسر رزق رحيله خساره كبيره للصحافه يا استاذ. طبعا يعني مؤكد ان هو كانسان طبعا انسان فاضل ويتسم انه عنده علاقات مع كل بالبساطه والتواضع، وعنده علاقات مع كل الاماكن اللي اشتغل فيها، علاقات قويه بالناس اللي مرتبط بيها، بالذات ان هو كان عضو مجلس نقابه دورات مختلفه. مظبوط. هو من الناس القليله اللي بيجمعوا بين فكره انك تبقى شعبي وتبقى مهني يعني. طبعا كشغله كصحفي او كرئيس تحرير لا خلاف عليه في كل الاماكن اللي راحها، عمل تجربه مميزه سواء في الاخبار التجربه الاولى او التجربه الثانيه او في المصري اليوم او في مجله الاذاعه والتلفزيون. يعني 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 مجله الاذاعه والتلفزيون يعني دي كانت نموذج ممكن افضل، لان الاخبار قائمه والمصري اليوم قائمه، يعني يتراجع شويه يعلو شويه، لكن مجله الاذاعه والتلفزيون هو مسكها في وقت وعمل فيها بصمه كبيره جدا. صحيح. خلاف على ان هو من الناس اللي وطبعا بالاضافه طبعا لموقفه من الاخوان، وهو من الناس برضو اللي ما تورطوش مع الاخوان في حاجه، يعني صعب تلاقي له حاجه ليها علاقه بالاخوان. فهو على المستوى المهني وعلى المستوى الانساني ربنا يرحمه طبعا، ويصبر اسرته الاستاذه امانه درغام حرمه واولاده ويبارك فيهم طبعا، ويكونوا خير خلف لخير سلف. اللهم امين. وذاتا ان هو الله يرحمه يعني من اسره صحفيه، والده واخوه، ويعني هو مش وزوجته يعني مش ممتهن الصحافه، لا ده هو يعني ما شاء الله يعني لا وتدرج فيها كمان من الصفر حتى وصل الى قمه المراصد الصحفيه. يعني انت لما تشوف عصامي بمعنى الكلمه. لما تشوف جنازته او حتى العزاء، كل الاطياف السياسيه، كل الناس اللي حتى مر عليهم. صحيح. كانوا حريصين ان هم يبقوا موجودين وبحب يعني طبعا عزاءنا ايضا لمؤسسه اخبار اليوم. أكيد. اكيد هو من الناس اللي كان ليه بصمه كبيره في المؤسسه. صحيح. ربنا يرحمه ويغفر له. ربنا يرحمه ويغفر له. بما اننا اتكلمنا عن الصحافه الالكترونيه دلوقتي، اعتقد خدت حيز كبير من اهتمام القارئ، يمكن بعيدا شويه عن الصحافه الورقيه. انت بتشوف ان دي خساره للصحافه الورقيه، ولا بتشوف ان هي في النهايه صحافه سواء كانت ورق ولا انترنت؟ بص انا الفتره اللي فاتت يمكن رحت اكتر من مؤتمر في الجامعات المصريه في كليه اعلام، وكان الكلام كله عن مستقبل الاعلام. يعني المؤكد ان الاعلام ليه مستقبله مش هينتهي طول ما الناس محتاجه الخبر. صح. طول ما الناس محتاجه التحليل، طول ما الناس محتاجه التثقيف. اللي هيختلف بس الوسيله، انت هتاخده في قالب مكتوب، هتاخده في قالب مسموع، هتاخده في قالب مرئي، هتاخده في قالب سوشيال، هتاخده في قالب الكتروني. يعني هو الوسيله هتختلف. صح. لكن ال 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 المضمون واحد. المضمون واحد لانه الهدف واحد. هو ايه اهداف الاعلام او ايه الاعلام؟ بيقدم اخبار، بيقدم تثقيف، بيقدم ترفيه، فالناس مش هتبطل تطلب الحاجات دي. صحيح. بس هتطلبها بقى عبر وسائل مختلفه، زي ما الدنيا اتطورت لما كان التلفزيون، بعد كده بقى الاذاعه، بعد كده رجع تاني الاذاعه بقى ليها سبب، ورجع التلفزيون ممكن ناس معظمها دلوقتي بتتفرج عليه على السوشيال، بقى في وسائل تانية. طبعا. فالاعلام مش هينتهي. يعني بعض الناس اللي بتعتقد الاعلام هينتهي، لا مش هينتهي. التجارب كلها اثبتت انه مفيش وسيله قتلت وسيله، مفيش او وسيلة انهتها. معاك، مفيش وسيله قتلت وسيله، بس في وسيله بتعلى في فتره، وسيله تانية بتتراجع. صحيح. وسيله، لكن مفيش. وهو الحل ان انت تتجاوب مع الوسائل، لانك انت في النهايه مش هتجبر الجمهور على وسيله هو مش مستسغه. هو في النهايه هو أكيد. جمهور، هو
المتلقي الخدمة وهو المتلقي الرسالة، فبالتالي هو اللي صاحب القرار هياخدها مني مهما صح. انت تعمل بقى. طبعا في كل ما بتديله يعني خدمة افضل او جودة افضل او بتاع هيجيلك اكيد، بس اكيد في الوسيلة اللي مستريحة. لو حضرتك زمان كانوا يقولوا في كليات الاعلام ان الفرق بين الصحافة والتلفزيون ان الصحافة اسهل، ان الراجل ممكن يقراه في المترو، ممكن يقراها في المكتب، ممكن يقراها في ايام ما كانش التلفزيون يعني صح. منتشر. التلفزيون ما تعرفش تتفرج عليه غير في بيتك او في مكتب، صح. لكن ما ينفعش تتفرج عليه مثلا في مترو او في بتاع. مظبوط. دلوقتي انت ممكن تطلع التليفون وتتفرج عليه في المترو. فكان يقول لك ان الصحافه اسهل عشان كده يعني. دلوقتي ما نقدرش نقول الكلام ده، دلوقتي كل النظريات اختلفت وكل النظريات اتغيرت واتطورت. انت بقى هتواكب ده ولا مش هتواكبه؟ يعني انا كنا مثلا عندنا تحدي في الوطن منذ عدة سنوات ان الناس تتغير يعني التفكير بتاعها او الثقافة بتاعتها من التركيز على الورق الى التركيز على الموقع. بقالنا فترة بقى كمان غيرنا ده، بقينا التركيز على السوشيال، واخد بالك؟ يعني ازاي ان الصحفي اللي يجي يبقى عنده مهارات السوشيال وعنده مهارات انت بتسير على جوجل وعنده مهارات يعني الفيديو والمونتاج والبتاع ما بقاش فيه. وحتى من ضمن الحاجات ان الفروق بين الاقسام في الاعلام ما بقتش فروق يعني ما بقاش خطوط فاصله كبيره، لا ده بقت كله يعني زي ما بقول لك متماهي كده مع بعض. يعني احنا مثلا في الوطن صحافه، لكن احنا عندنا قسم فيديو وقسم لايف ومونتاج وكل حاجه يعني. عندكم حاجه اسمها تلفزيون الوطن زينا بالظبط. فخلاص وبنشتغل بنفس الاليات وبنفس الموضوع. بذكر طيب الصحافه سواء الالكترونيه او صحافه السوشيال ميديا، واحنا مش ضدها بالعكس، احنا بنحب ان احنا نساعد التطور وبنحب نساعد اهتمامات الناس، بس بيؤخذ بس على الصحافة الالكترونية او صحافة السوشيال ميديا فكرة الاتجاه الى السرعة وسباق السرعة المجنون في مقابل التدقيق. يعني انت طبعا استاذ وخريج الصحافه، انا معاك في ده، معاك كنت في ده. بتدقق في الخبر ساعه واثنين وثلاثه واربعه ولسه عندك الطبعه الثانيه والثالثه، واحنا كذلك التوك شو بنقعد طول اليوم ندقق في الاخبار. انتوا عشان سباق ما بين حضرتك في الوطن والاخرين في المواقع الاخرى وعايز تسبق، فبقت بحس او المواطن بيحس ان في حاله استسهال شويه، انه مثلا عشان المثال معايا الاستاذ محمود مسلم يوم نزل خبر بسرعه ومفيش مشكله انه بعد شويه يبقى مش مظبوط فيتراجعوا عنه او كذا، بس في المقابل انا لازم اسبق بيه. طبعا انا معاك محمود مسلم، انا فاهم يعني. انا معاك ان دي ممكن تكون ظاهره من الظواهر اللي خلت الناس تغري الناس في فكره ان انا عندي اي وقت فرصه ان انا اعدل او احذف. ايوه، فبتخلي الناس الى حد ما عندها، وذاتا بقى مع السرعه. يعني زمان انت كنت ممكن تاخد الخبر الساعه 10 الصبح تقعد تدقق فيه وتظبط فيه وتعدل فيه لحد الساعه 2 3 ما تسلمه للجورنال. دلوقتي ما فيش. دلوقتي احيانا الناس بيبقى المنافسه واصله لخمس دقايق وست دقايق، ليه الخبر ده يعني عدى عليه ست دقايق ما اتنشرش ليه البتاع؟ والقارئ كمان نهم، يعني القارئ عايز كل ما يخش على الموقع يلاقي جديد، صح. حتى لو هيخش كل نص ساعه كل ربع ساعه لازم يلاقي جديد، وجديد مهم، ولو ما لقاش جديد مش هيخش عندك تاني. تمام. فطبعا دي مشكله، لكن المواقع يعني حاولت تتغلب على ده. مثلا هتكلم على تجربتنا في الوطن عشان ما تعرضش للزملاء. احنا عاملين قسم لمراقبه الجوده، بتراقب الجوده، بتراقب الدقه، بتراقب لو في حاجه حصلت غريبه بنبدا نراجعها، لو في النهايه حسينا ان في مشكله كبيره بنقدر نحذف، يعني بنقدر نعدل. المهم ان احنا ما نتشبث برايي وما نستسهلش، يعني احنا لازم نتتبع خطوات المهنه بقى. ده اللي بقول عليه، انا مش ناشط على السوشيال ميديا. أيوة. فبرمي اي حاجه وخلاص. عشان كده دايما اقول مثلا ان من الاخطاء اللي حصلت في بعض المواقع في سنوات ما بعد يناير ان كانت الناس تقول لك نشرت مواقع السوشيال ميديا. مواقع السوشيال ميديا دي ليست مصدر. يعني مواقع السوشيال ميديا دي يعني انا ممكن اعمل بكره ثلاث صفحات ابقى لجان واكتب عليهم نفس الخبر. مظبوط. وتروح حضرتك واخدهم تقول لي ده مواقع السوشيال ميديا قالت فيش. وانا من الناس اللي ضد فكره المواطن الصحفي بشكل رئيسي. يعني ما ينفعش المواطن يبقى صحفي. المواطن ممكن يساعدني في حاجه، يجيب لي فيديو مهم في لحظه مهمه،
لكن هخلي المواطن صحفي. طب المواطن يعرف ايه عن الرساله، يعرف ايه عن لما هم بيصحوا احنا اشتغل ايه على راي كان اسمه ايه توفيق الدين، قال لك لما كل الناس عايزه تبقى بلطجيه ولا فتوات مين اللي هيتضرب؟ قال لك هو بسهوله كده كله يفتح. لا ما اقصدش كده، بس اقصد ان انت لا هي كده فعلا كل واحد يبقى في تخصصه. احنا خلينا اقول لك عن تجربه ما بعد 2011 لما نشطاء السوشيال ميديا دخلوا على المهنه. صح، المهنه اتدمرت. صح، او الناس اللي دخلت على المهنه من طريق ان بيكتب تويته حلوه، بيكتب يعني هم اسمهم مدونين. برضو ما فيش يعني حد نقدر نقول ان هو يعني برع فيها. ليه بقى؟ لان مقاومين دي غير دي. صح، معايير دي غير دي. يعني انت حضرتك ممكن قاعد، وده حصل في فتره بالفترات، ان مثلا كل اخبار الوفاه الناس نشرتها غلط. يعني الله يرحمه اللي هو محمد عبد السلام محجوب، ربنا يرحمه ويغفر له، لسه كنا في العزاء. بس هو مثلا من فتره كده اتنشر انه توفى، فبقينا كل الشخصيات العامه نزل عليهم الدكتور الجنزوري ربنا يديله الصحه، الفنان الكبير عادل امام. يعني وبعدين ده اصعب حاجه ان حد ينزل على حد انه مات. مظبوط. فحتى انا دايما يعني في الوطن اقول لزملائي، وهم اكيد شايفين دلوقتي عشان يبقوا عارفين بكلام صح، ان احنا خير لينا ان احنا نتاخر خبر الوفاه ساعتين مش ثلاث دقائق من ان احنا ننشر واحد مات وهو ما ماتش. ان احنا نموت حد على قدر الحياه. يعني نموت حد، لانه اللي بيموت ده بيشوفوا الاهل وناس، ويعني بتربك البشريه. طبعا. ليه طبعا. يعني ليه ناذي مشاعر واحد يبقى قاعد كده يفتح موقع يلاقي نفسه مات هو في كده، وبعدين يا ريت هو على الاقل هو واثق انه ما ماتش، لكن الناس الثانيه يعني. فطبعا مزبوط. حاجه صحيح. طيب لو سيبنا الصحافه ورحنا للاعلام، وانا اعتقد وزي ما السيد الرئيس كان قال اكتر من مره في كلماته ان في معركه رئيسيه اسمها معركه الوعي. الى اي مدى بتشوف ان الاعلام التلفزيوني، وانا بقصد بالاعلام هنا التلفزيوني، احنا اتكلمنا عن الصحافه، الى اي مدى بتشوف ان الاعلام التلفزيوني بيمارس دوره في معركه الوعي بشكل ايجابي؟ بيمارس دوره وبيتحمل كتير، وما نقدرش ننكر دور الاعلام في مواجهه الارهاب. ما نقدرش ننكر دور الاعلام في فكره الوحده الوطنيه وعدم اثاره الفتنه الطائفيه، لكن للاسف حصلت بعض المشاكل او بعض الاخطاء اللي خلت الناس تعتقد ان يعني 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 بينظروا للاعلام بشكل ممكن سلبي شويه. لكن الـ 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 الوعي انت برضو مش مسؤول عنه لوحدك. يعني انت دورك انك تدي للناس اخبار او حقيقه او تحليل او ترفيه، لكن في ادوار تانية ممكن تبقى اكثر تاثيرا في تغيير سلوكيات الناس. بنتكلم عن الثقافه، بنتكلم عن المؤسسات الدينيه، بنتكلم عن الشباب، بنتكلم عن الجامعات، بنتكلم عن المدارس، عن البيت. دول اكثر تاثيرا في ان هو يغير سلوك وقناعات. مظبوط. انت اكثر تاثيرا في ان انت تنشر الاخبار، تنشر الموضوع، لكن مين الاتصال المباشر بقى هو اللي بيضغط في فكره ان هو يغير سلوكيات او قناعات. في نقطه تانية ليها علاقه بصوره الاعلام عند المواطن، للاسف في بعض الناس بتروج هذه الصوره الذهنيه ان الاعلام المصري عندما يشيد بانجاز او يشيد بتطور ما حتى على المستوى الاقتصادي او على المستوى السياسي وبيبقى ملحوظ، لازم يتهم بالنفاق او بالتطبيل او بالمجامله وانه اعلام موالي. بص يعني فكره الاعلام الايجابي دي فكره حتى منتشره عالميا، ولسه كاتب عنها الاستاذ الدكتور محمد شومان عميد اعلام الجامعه البريطانيه. فهي موجوده، لكن هو الاعلام انت برضه في النهايه الحس الشعبي او المزاج الشعبي، احيانا بتبقى عندك حقائق مثلا في الدين بس ما تقدرش تصدم الناس بيها بالشكل، وهي حقيقه يعني هي يعني في بعض التقاليد ما تقدرش تطلع تقول والله مثلا منطقه معينه او مثلا في سمه لسكان معينين ان هم كساله، ما تقدرش تقول كده، او صحيح. مثلا ان هم صحيح فما تقدرش تقول، لكن انت المفروض بالبلد، وده برضو فكره الادراك، انت بتقدر تدرك ان البلد احنا 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 دخلنا او الشعب عمل ثورتين خلال سنتين ثلاثه. لو كان في واحده ثالثه كان خلاص البلد دي يعني جت على ركبها. فلما تيجي تلاقي انجاز وبتدي للناس امل في الانجاز ده، تدي الناس امل في الانجاز ده، انت اولا لا تزيف حقيقه. ايوه. ولا بتقول حاجه كده، واخد بالك؟ انت بس بتسلط الضوء، بتقول والله يا جماعه في هنا حاجه كويسه، زي ما انت برضو بتضرب بكل قوه على الفساد. لما تلاقي فساد تقول يا جماعه خلي بالكم في فساد هنا. في بعض الناس بقى عايزه تصور للناس انه الاعلام دوره
سوداوي بس، ان انا بس طالع طول الوقت اقول لا وحش. وبعدين هو الاتهامات متبادله يعني. انا لسه كنا في ندوه في معرض الكتاب عن الهويه المصريه من الاسبوع اللي فات، وكان معايا الدكتوره طبعا هويده مصطفى عميد كليه اعلام، واخونا العزيز الاستاذ البير شفيق. فواحد قام هاجمنا وقال انتوا مش في انجازات كتيره وانتوا ما بتتعرضلهاش، يعني هي وجهات نظر. في ناس تانية تقول لك لا لا ده انتوا مقضينها وبتاع، فهي وجهات نظر. لكن هو المعيار اللي انت عايز تحسبني عليه اللي انا بقوله صح ولا غلط، هو انا بقول لك حقيقه ولا بقول لك حاجه صح. وبعدين انا في الوقت ده المواطن المصري محتاج ايه؟ محتاج، انا من وجهه نظري محتاج امل. يعني مثلا لما اتعمل، وخليني احكي لك ده بكل صراحه طبعا. وانا قعدت مع ناس قالوا لي الكلام ده، لما اتعمل المشروع الجديد لقناه السويس بعض الناس الاقتصاديين كان عندهم وجهه نظر ان هذا المشروع دراسه الجدوى الاقتصاديه بيه مش هيبقى مجدي، واخد بالك؟ طبعا انا من وجهه نظري ان هو كان ويعني جه في وقته، لان انت كنت محتاج تدي الناس امل وتدي الناس تفاؤل، جرعه معنويه، ان الدوله قادره ان هي تقول ان انا هحفر قناه جديده وفي خلال سنه هسلمها واعمل، والناس والمصريين اللي هيشاركوا فيها صح. واحنا شفنا دايما بنسمع لما الرئيس توقع ان الناس هتعمل، ويمكن محافظ البنك المركزي ما كانش عنده نفس التوقع، وفي خلال اسبوعين فعلا الناس، وكانت الناس على البنوك. يعني انا يعني حتى اولادي وراحوا عملوا بتاع. المهم تعالى بقى، انا لسه قريب كنت مع الفريق اسامه ربيع فبساله على عائدات القناه الجديده. فقال لي تقريبا جت في شهر، بسم الله ما شاء الله، خد بالك، يعني عادات القناه الجديده جت في شهر. السنه دي القناه محققه اعلى ايراد. سيبك بقى من ده كله، احنا طول الوقت واحنا ياما قرينا ان كل شويه يطلع يقول لك في مشروع بيهدد قناه السويس. عايز اقول لك ان من ساعه ما اتعملت القناه الجديده ما بقناش نسمع المشاريع دي. صحيح، اه بالك ليه؟ لان بقى في حركه تيسير. في احيانا الناس بتبقى يعني في زي قصور في الرؤيه، او شايفاها من وجهه نظر واحده، وجهه نظر اقتصاديه. قصور في الرؤيه دي، عايز اسالك سؤال له علاقه بنغمه بتتردد دايما بيرددها بعض الناس اللي عايزين يعملوا ازمه ثقه ما بين النظام والدوله وما بين الناس، وهي فكره وانا هستفيد ايه؟ انا كتامر هستفيد ايه؟ ده سؤال من مشروع الدوله. تقول لي عملت العاصمه، يقول لك انا مالي بالعاصمه، انا هستفيد منها ايه؟ عملت العالمين الجديده، طب انا ايه علاقتي بيها؟ كويس قوي السؤال ده، لانه ده سؤال انا رايي ان هو من الاسئله اللي بقت استنباط والناس بقت قرارها بلا وعي. يعني انت دلوقتي لما تيجي تقول لي مثلا الرئيس عمل مبادره جميله جدا بتاعت حياه كريمه، وان الريف كله هيتغير، والريف ده يشمل 60 مليون والدوله او حاجه 50 مليون، والدوله هتصرف في هذا المشروع 600 مليار جنيه وممكن اكتر، واخد بالك؟ فتيجي تقول لي ان تغيير حياه الناس ده هيفيدني انا بايه؟ لما تيجي تقول لي على مشروعات الطرق والكباري اللي دلوقتي الطريق يعني 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 دلوقتي الطريق الطرق دلوقتي بقى في سهوله طبعا. انت لما تتفرج مثلا من 10 سنين ولا قبل كده، لا 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 ده حصل فيها طفره خرافيه. طب انت تقول لي طب وانا في ايه؟ يعني لما كنت بمشي في ساعه باجي في نص ساعه. طب انت عايز ايه؟ يعني الحاجه الثانيه مثلا الطاقه، مشروعات الطاقه اكتر من تريليون جنيه. طب العائد ده كله ما بيقعدش على المواطن؟ طيب المشروعات القوميه الكتيره دي اللي اتاحت فرص عمل في ظل ان كان كمان عندك عماله كورونا. لا وعماله خارجه من دول، من ليبيا ومن العراق واحيانا من الخليج، ومع ذلك استوعبت. طب ما انت لو ما فيش المشروعات القوميه دي، ما انت هتنيك قاعد في بيتك. صحيح. الامر اللي بعد كده لما يجي قصه زي كورونا ويبقى ميزانيه الدوله قادره وكفاءه الدوله والحكومه قادره ان هي تتابع هذا الفيروس، اللي هو ان دول كبيره واهم مننا واغنى مننا عجزت في ان هي تديره بنفس الكفاءه وبدون تحميل المواطن. فتيجي تقول لي اصل انا عائد عليا ايه؟ لا ازاي بقى؟ ده سؤال انا من وجهه نظري ان هو سؤال عباره عن استنباط. احنا للاسف بدانا نقرر استنباط. لما تيجي تقول لي مثلا لا ان علاقات مصر الدوليه، لا قبل ما اكمل في الامثله، خد بال حضرتك انه ربما عند البعض استنباط او بيرددوه بدون وعي، لكن انا رايي ان في جزء من الناس بيرددوا هذا السؤال او بيدسوه دس علشان يعملوا حاله فقدان الثقه، يخلي الشعب يحس انه اللي بيحصل ده هو ملوش علاقه بيه، فبالتالي يبقى ضده.
ما هو دلوقتي عايز اسالك اولا، انا مش مطلوب كمان ان كل المشروعات هيستفيد منها ال 100 مليون يعني مشروع بيسمع هنا، مشروع بيسمع هنا، مشروع بيسمع طبيعي. يعني مثلا خلينا نتكلم على جوله الرئيس للصعيد، ودي كانت جوله من وجهه نظر فكرتها رائعه. فالافتتاحات او الحاجات اللي اشتغلت ايه؟ بترول، صحه، طرق، اسكان، يعني كل حاجه. قصدك هنا بقى مفيش واحد مثلا من اسكندريه يقول طب وانا استفدت ايه من المشروعات؟ طب ما انت عندك طب ما انت عندك وبعدين ما هو اللي حصل ايه؟ ما اللي حصل وده وفقا للناس، انت كنت زمان تقول اصل الغني بيزداد غنى والفقير يزداد فقرا، وان ثمار التنميه ما نزلتش تحت. مظبوط. فدلوقتي لما هي بتنزل لك تحت، بتنزل لك على الصعيد، بتنزل لك على بتاع، ما هو اللي مستريح شويه ده واخد بالك، لو اللي تعبان تعب قوي هو في خطر مليون في المية، واخد بالك يعني اللي مستريح اللي ربنا كرمه مثلا وبتاع وتعبان هو في خطر، فلازم يبقى فيه ده لازم الناس هو يطمئن على ان التاني ده قادر يعيش. هو انت دلوقتي هو ايه الميزه يعني عند المصريين، او دي كانت برضه فكره الهويه اللي كنا بنتكلم فيها في عرض الكتاب. انت مثلا سؤال، هو انت لما بتفتخر بمحمد صلاح هتستفيد ايه؟ يعني هل المفروض محمد صلاح ياخد فلوسه ويوزعها على الناس اللي مبسوطه؟ لا طبعا، بس هي دي حاجه انتماء، انت شايف البلد ماشيه كويس، شايف البلد فيها انجازات، شايف فيها تحديات كمان، بس شايف فيها انجازات، فيها بتاع، وده بيعود. اللي هو بقى عايز النهارده، خد بالك اللي عايز النهارده انت مثلا انا مستفيد ايه دلوقتي؟ انا مستفيد ايه من كل حاجه؟ لا مش الدول ما بتقدرش كده والحسابات ما بتقدرش كده، لكن انت تقول لي مثلا ان مشروع 100 مليون صحه ما افادش الناس والناس ما استفادتش منه، ان فيروس سي الناس ما استفادتش منه، لا اعتقد ان في اسره مصريه ما جاش يعني او اغلب الاسر المصريه، عشان ابقى محب، عشان قريب او صديق انا جار. عندي قرايب استفادوا من فيروس سي، ولو ما مش تبع المشروع ده كان صعب جدا يدفع الفلوس دي كلها واستفادوا، والحمد لله صحتهم بقت كويسه وناس اصدقاء وناس كده. ده ما حدش استفاد منه. طيب المستشفيات لما بتتحسن، والمستشفيات لما بتزيد، لما بتاع، لما جت لنا ازمه كورونا قدرنا نواجه. احنا لو كنا من غير كده، الاصلاح الاقتصادي اللي تم، اللي بعض الناس برضو كان معترض عليه، الاصلاح الاقتصادي اللي تم ده لما جت ازمه كورونا، فما في فلوس في الميزانيه تقدر تجيب بيها، تقدر تعمل حياه كريمه. ما هو ده كله كان ضايع في الاول في دعم، احنا مش عارفين بيروح فين. عندك حق. عوده لملف الاعلام، والحقيقه القصه دي مش عارف حلها الجذري بعمل ازاي، وفكره اقتصاديات الاعلام. يعني انت معانا في المجال الاعلامي من سنوات طويله جدا، كان زمان وحتى بعد 2011 بشويه كان صناعه الاعلام من الصناعات المربحه، لدرجه ان في ناس كتير حتى من غير الاعلاميين ورجال الاعلام دخلوا فيها، واي حد كان معاه قرشين يعمل له قناه وكذا. بعد 2013 وبعد انضباط الاحوال واستقرار الحال شويه، صناعه الاعلام ما بقتش مربحه قوي زي زمان، بل بالعكس كمان بقت ربما تؤدي بصاحبها الى بعض الخسائر في ظل ارتفاع الانتاجيه والدراما والبرامج وتكاليف الانتاج وتكاليف البث وما الى ذلك. في رايك حلها عامل ازاي؟ هل احنا لسه ما قدرناش نعمل تحجيم او سيطره للاجور والنفقات، خصوصا في ملف الدراما، وده ملف مهم بياخد فلوس كتير وبيكلف القنوات اموال طائله؟ بس خلينا نعترف برضو ان صناعه الاعلام هي صناعه ثقيله وصعبه، لان طبعا المردود بتاعها بيتاخر. يعني انت عشان توصل تكيد كانوا زمان قالوا مش اقل من 7 سنين عشان تقدر، يعني انت لو بتعمل مؤسسه اعلاميه. لكن في نفس الوقت طول ما الحاله الاقتصاديه يعني شغاله وفي تنميه وفي بتاع، فالاعلانات بتزيد، فالدنيا يعني لطيفه شوية. والناس بقى ترجع تشتكي ان الاعلانات في الدراما وبتاع فاصل قد كده. لكن زي ما بقول لك الاعلام طبعا يعني صناعه ثقيله، وبالتالي محتاج بس يعني ايه، في ترشيد، في هيكله، في ضغط للنفقات، وفي نفس الوقت في تنميه اقتصاديه. يعني خلينا نعترف مثلا ان 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 حجم الاعلانات بيزيد، وده يدل على ان القطاع الخاص وان في تنميه كويسه، لان ده بينعكس على الشاشه. يعني أكيد. حضرتك مثلا أكيد. لو فتحت الشاشه في من 2011 ل 14 تقريبا هتلاقي عدد الاعلانات كان يعني قليل جدا بالمقارنه بدلوقتي طبعا. لكن عندها تحدي، بس هو الاعلام كمان عنده تحدي ان هو يتوائم او يتواكب مع التكنولوجيا الجديده، لان هو لو وقف صامد او وقف صلب في الموضوع ده هيكسر، هو لازم يطوعها
مزبوط. وانا مش مع فكره ان كل واحد يقول لك يا اصل الاعلام بيمشي ورا الترند. ما هو لو قعد بعيد عن الترند محدش هيشوفه. صحيح. لكن انت بتشتغل بقى على الترند ازاي؟ ايوه هو ده اللي هو ده التحدي. بتشتغل على ترند ازاي؟ بتشتغل على ترند بقيمك انت بمعاييرك انت بمهنيتك انت، لكن مش بتشتغل على ترند طبله وخلاص واي حاجه وخلاص. فده التحدي الكبير. طيب انت قلت او سمعت لك تصريح انه في الجمهوريه الجديده اللي احنا بنعيشها او اللي احنا بنبني معالمها على الناس انها تغير افكارها. مين الناس وايه الافكار اللي لازم تتغير؟ يعني انا بتكلم بشكل عام ان 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 بعض التقاليد القديمه لازم نتخلص منها في اطار يعني جمهوريه جديده، في اطار يعني 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 اولا لازم اولا زي ما بنخلي بالنا من حقوقنا نخلي بالنا من واجباتنا، وده الفرق الرئيسي اللي بيننا وبين الدول اللي احنا طول الوقت بنستشهد بيها. يعني كل زمايلنا الكتاب والصحفيين لما يروحوا دوله تانية، وانا اضرب لك امثله، فيرجع يقول لك اصل هناك مش عارف في ايه، بعيدا ان الظروف كمان مختلفه، يعني هم ممكن يبقى عندهم موارد اكتر مننا، عندهم مثلا تجربه ديمقراطيه عريقه اعرق مننا بكتير، بعيدا ان المعيار اصلا مش منضبط واخد بالك، لكن كمان حتى بالمعيار المنضبط انت بتيجي تنقلي المزايا وما بتنقليش الواجبات، انت بتنقلي الحقوق وما بتنقليش الواجبات، انت ما بتقوليش ان كل مواطن بره بيدفع ضريبته بالكامل صح، بيبقى حريص انه يدفعها. انا لسه واحد صديقي حكي لي قريب على حاجه، دي حاجه يعني غريبه، بيقول لي احنا كان عندنا دكتور في المانيا بنروح نعمل تشيك اب كده احنا والاسره بمبلغ معين كل سنه بنروح له العياده نعمل بتاع، فروحنا له فلقينا كلمناه لان قال انا خلاص ما يعني قفلت العياده، فكلمناه فقال انا ممكن اجي لكم الفندق واخد بالك. فجالنا الفندق وبعدين في ناس ثانيه المان راح لهم الفندق كويس. هو خرج من هنا من عند الالمان راحوا متصلين بالضرايب قالوا لهم الراجل ده بيجي يعمل كذا بتاع. يا سلام. فانت هنا بتتكلم بقى عن ثقافه مختلفه تماما، انت عندك اقتصاد غير رسمي لا يضر مصلحه على الدوله لا يضر ضرائب على الدوله، فانت لما تعمل عشان كده شغل الميكنه اللي موجود ده كل واحد لازم يبقى عارف بيصرف ايه بيعمل ايه، لان انت كل واحد ما بيدفعش بيضر اللي بيدفع. صح. لما نيجي مثلا نقول على الضرائب العقاريه، عشان كده كان نفسي الضرائب العقاريه تعود على المجتمع المحلي. ليه؟ عشان كل واحد يبقى عارف ان انا بدفع ضرائب عقاريه هنا الشارع بتاعي بيترصف، مش عارف ايه اللي بيحصل عند الكوبري بيتبني بسرعه البتاع، ما بدفعش بيحصل خلل. انا اكتشفت مثلا دي من الحاجات المشاكل الاجتماعيه الكبيره، يعني اكيد انت واخدت بالك من الموضوع ده، بس قريب كده كنت رايح عند حد فلقيت احنا ما فيش عماره بنخشها الا ما بنلاقي لافته كده، لا اما باسماء الناس اللي ما دفعتش، لا اما بيطلبوا بالصيانه، لا اما قافلين الباب طبعا. عشان ما دفعش الاسانسير. عارف دي يا ريس من زمان في الفلاحين بيسموها جرصه. يعني هو كده. والله انا مره رحت لحد يعني مسؤول عربي يعني مش مسؤول مصر. ولقيت في العماره اسمه حاطينه على اسانسير، يعني انا مسؤول كبير في عمارته. انه ما دفعش تراك الاسانسير. فعايز اقول لك مثلا ان بقى في خلافات تقريبا في معظم اتحادات ملاك العقارات. احنا زمان بقى واكيد انت برضه حضرت الايام دي. زمان كان الامر مختلف، زمان انا عشت الايام اللي كنا لما نعمل حاجه كده حلوه فنحط طبق ونبعت لجيراننا. طبعا. فجيراننا ما يرجعوش الطبق فاضي فيستنوا لما يكون في حاجه. طبق الدوار. الطبق في انهي بيت. فيستنوا لما يبقى في حاجه حلوه عندهم ويروحوا مراجعين بتاع. صح. فدلوقتي لا، دلوقتي كل العمارات وبعدين اللي يغيظك بقى ان كل واحد دافع ملايين وجاي على الصيانه اللي هي مش عارف كام جنيه دي وموقفش بقى ومش عايز يا سيدي. فاحنا محتاجين مثلا مثال تاني، لما جينا عمل الحكومه عملت مشروع طريق شبرا بنا الحر، وده رايي طريق رائع، او طريق العين السخنه اللي هو الجلاله. فده مش عارف ب 15 جنيه ده 25 جنيه، كل الناس طلعت قاصت وازاي وبتاع، يا سيدي انا بوفر لك طريق سريع بفلوس وجنبه طريق مجاني، لو انا بوفر الطريق بفلوس بس ازعل، قول لا انت كده حرام والفقراء وبتاع مش عارف ايه. انا عايز اقول لك مثلا على سبيل المثال طريق شبرا بنا الحر لما اشتغل وبقى عليه اقبال دلوقتي كبير جدا. الطريق الزراعي خف فبقى سهل، انا كنا بنمشي على الطريق الزراعي ده
كان يستحيل تعرف تكمل. مظبوط. فالطريق الزراعي بقى اخف وبقى عندك دخل. بقى في ازدحام على شبرا بنا الحر. وبص واللي عجبني قريب ماشي يعني ما كملش 5 سنين لقيت فيه اعاده رصف. مع اعاده رصف دي جت منين؟ من الفلوس اللي عملت الصيانه. لما جه بقى نحصل ايه؟ حصل الموضوع ده. فبعض الناس تكتب وازاي والفرط، لكن بعض الناس لما يروحوا مثلا ده موجود مثلا في دبي وموجود في بعض دول الخليج وموجود في امريكا بعض الطرق بفلوس. صح. بس محدش يكتب الكلام ده، لكن الناس تتكلم لك على التجربه العظيمه مش عارف فين. فانت طول الوقت بتتكلم على المطالبه بالحقوق ونسيان الواجبات. وده مش معناه الناس ما تطالبش حقوق، الناس تطالب بحقوقها طبعا، بس الناس تطالب بحقوقها وواجباتها، الناس بتطالب بحقوقها وواجباتها. وما ينفعش نبدا طول الوقت نيجي على حق المجتمع، الناس احيانا بتستحل موضوع حق المجتمع. وده في النهايه خساره لينا كلنا. صحيح. السؤال الاخير عشان الوقت جري بشكل كبير، مش ملاحظ انه بقالنا فتره والحمد لله انه ده حاصل يعني، لان انا بصراحه عندي ارتكارية من هذا الملف والتعبير ده خاص بي انا، هوسه المسائل الحقوقيه دي خفت؟ الضغط والابتزاز اللي طول الوقت كان بيمارس علينا باسم الحقوق الانسان وكذا، النبره او النعره دي خفت كتير؟ هي يعني بتخف وبتتصاعد حسب المصالح الدوليه يعني، لكن بشكل عام انت كمان يعني احنا هنا كمصر اعتقد عاملين برضو يعني تحسن في هذا الملف. مين يقدر ما يقولش ان حياة كريمة ده مشروع في حق انسان 52 مليون واحد بيعيشوا حياة صعبة. مين ما يقولش ان مشروعات الاسكان اللي هي الاسمرات واللي خدوا الناس من العشوائيات ومن اماكن صعبة ودوا اماكن دفع حول الانسان. وطبعا المشروعات الاخيره اللي خاصه بالسجون وتطويرها بصراحه دي خطوه ممتازه، مراكز التأهيل دي يعني دي المهم ان انت بتغير المفهوم. وطبعا عشان ما ننساش الاستراتيجيه الوطنيه اللي مصر اطلقتها بتغير المفهوم الإنسان. هل احنا وصلنا للطب؟ لا طبعا لسه في حاجات تانيه المفروض تتعمل وان شاء الله طبيعي. لكن ما تبقاش يعني انت قصدك هنا ان احنا كمصر احنا اللي بنقطع الطريق بانجذابنا في هذا الملف عن محاولات الابتزاز اللي كنا طول الوقت. بس انت كمان انت كدوله مطلوب منك وطبعا فرض عليك كمان مش مطلوب منك انك تهتم بحقوق شعبك، وده حاجه طبعا. مش محتاجين زي ما الرئيس قال المره الاخيره انتوا يعني هتحبوا الشعب اكتر مننا واخد بالك. فهي بس المعايير، لكن هو كمان انت مش طول الوقت تقعد تصدر لي فكره او تصدر صوره ذهنيه على ان يعني هذا البلد عشان واحد ولا اثنين ولا ثلاثة انت مستهدف انك تخرجهم او تتدخل في اعمال القضاء، طبعا كارثة يعني. صحيح. وبعدين المصريين استوهموا الموضوع ده، ما انت شفت لما الكنائس اتحرقت ما لقيناش الضغط الجامد ده وبتاع. مظبوط. يعني ما لقيناش الضغط الدولي لما كان الاخوان انتهاكات غير ما كانش فيه ايه. هي العملية كلها حسابات دولية والناس عرفوا كده ان دي يعني مش غاية، هي وسيلة ضغط. والنبي بطلع بيان مش عارف اعمله ايه سووا ايه بتاع. انا مثلا لك ان حتى لكن في المقابل انا من وجهه نظري ان الدوله بتاخد اجراءات، وده المهم، بتاخد اجراءات. حصل تجاوز بيحصل فيه اجراء. صحيح. وزي ما قلت قبل كده ما اعتقدش ان في حد في مصر دلوقتي يقدر يقول انا ما حدش يقدر يجيني ناحيتي او انا على راسي ريشه. لا، ريشه مين؟ اتقصت من زمان. لا، كل القضايا اللي الناس قعدوا يضخموا فيها وان مش عارف ايه وبتاع وتبع مين وبتاع كلهم خدوا جزاهم بالقانون. صحيح صحيح. استاذ محمود شرفت ونورت. الله يخليك. انا سعيد، بستمتع بحواري معاك وان شاء الله للقاء قريب ان شاء الله. شرفت ونورت. شكرا جزيلا لحضراتكم على المتابعه. كان معنا الكاتب والاعلامي والسياسي الاستاذ محمود مسلم في لقاء شامل، ارجو ان حضراتكم تكونوا استمتعتوا بيه. غدا حلقه جديده من اخر النهار، وبالمناسبه بكره ان شاء الله احنا معادنا زي ما هو الساعه 8 هنطلع بما يشبه الاستوديو التحليلي كده، هطلع لحضراتكم من 8 ل 9 بنجوم كوره نعمل لكم قراءه مبكره لمباراه مصر والكاميرون، عشان يا رب يبقى وشنا خير على منتخبنا ونفرح بكره ليله الخميس ان شاء الله. تصبحوا على خير.